المصطلح اليوم ولا أجمل؟ You don't even have a leg to stand on. You don't even have a leg to stand on. يعني أنت حتى ما عندك إجر من الله، الساق، الرجل، ما عندك إجر توقف عليها. كيف يعني ما عنده إجر يوقف عليها؟ عنده اثنين. Look, عندنا اثنين، right؟ كيف؟ هو ما عنده حتى ساق واحدة، ما عنده. Okay, you don't even have a leg to stand on. الحياة شو معناه؟ إذا إنسان افترضنا تستعمل هيدي أكثر شيء بالمحاكم، مثلا إذا حدا رفع دعوة على حدا وعارفين إنه يعني أنت رفع دعوة، بس على شو رفع دعوة؟ بتقول له hey. أو مرفوع دعوة عليه وبده أكيد بده ينحكم لأنه هو غلطان وما عنده شيء يدافع عن نفسه فيه. لما ما عندك شيء تدافع عن نفسك فيه بتقول له الشخص hey, you don't even have a leg to stand on. I mean, you can't fight it. ما عندك ساق رجل توقف عليها لأنه أنت ما عندك شيء تقدمه لحتى تقول أنت معك حق أو ما معك حق أو أنت منك مذنب. You're not guilty. Okay. ونفس الشيء إذا شخص عم يدعي على شخص وعم يظلمه، هو ما يعني ما عنده شيء يقول الشخص شو ليش كيف غلط معه. يعني حتى إذا راح على المحكمة ما عنده شيء يقدمه، تقول له أنت على شو عم تشتكي على الشخص هذا؟ You don't even have a leg to stand on. بس أكثر شيء تستعمل على اللي يدعى عليه، يعني الشخص اللي هو مدعيين عليه، ويعني بتقول له بده يدافع عن نفسه ولكن هو ولا ممكن لأنه هو غلطان. تقول له شو ما عملت، شو ما عملت you don't even have a leg to stand on. بتمنى نعيد هالمصطلح، كون على الاقل اذا حدا قال قدامنا انه تكونوا فهمتوا، تقولوا سامع انا بعرف you don't even have a leg to stand on. معناه مثل ما شرحنا ما في عندك شيء تقدر تدافع فيه عن نفسك مقابل هالدعوه اللي هن مقامه ضدك، يعني اوكي او ضدكم. ان شاء الله ما حدا بيرفع عليكم دعوه، وبنشوفكم بمصطلح جديد قريبا ان شاء الله.